بعد أن كثر الحديث مؤخرا عن مراجعة وتجميد الجزائر لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي من عدمه، تستعد الجزائر لاستقبال سلع عديدة في إطار الشراكة مع المنطقة العربية الحرة. تقرير لسوريا شعلان. قرار الحكومة الأخير القاضي بتعليق اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي والذي صنع الكثير من الجدل يظهر اليوم أول تعليق من الطرف الأوروبي عن القرار. Ce sont des décisions du gouvernement algérien que nous respectons, mais on peut avoir des conséquences économiques à gérer et sur lesquelles il faudra réfléchir d'un côté et de l'autre. Si cet accord tombe, il y aura des difficultés. وإلى القطر العربي، وبعد إعلان الوزير الأول مسبقا عن إعادة النظر في اتفاق الشراكة مع المنطقة العربية الحرة، تستعد الجزائر لاستقبال سلع لبنانية الأسابيع المقبلة بعد منح وزير التجارة الضوء الأخضر لمتعاملي البلد. بالأحرى إلى خارطة طريق طرحها علينا معالي الوزير التجارة بأن في الأيام القادمة سيعلن عن خطة تجارية مهمة بفتح الأسواق الجزائرية ل 600 سلعة للمجال للدخول إلى الجزائر بدون معوقات، تكون معفية من رخص الاستيراد والتصدير، هي 600 سلعة. تحول الجزائر إلى سوق للسلع الأوروبية والعربية على حد سواء دفع بالحكومة إلى إعادة النظر في اتفاقياتها مع هذه الدول، فهل ستطبق هذه القرارات على أرض الواقع أم أنها ستبقى مجرد حبر على ورق؟